على هذه الإطلالة المشرفة على مشعر ميناء، وهنا بين خيام الحجيج التي تستعد منذ أشهر لاستقبال ضيوفها. ورغم تنوع التضاريس في مكة المكرمة، لم يكن بناء النهضة العمرانية داخل المشاعر المقدسة صعبا جدا، ولم يكن غريبا كذلك أن تجد الفتيات السعوديات يعملن في المشاعر المقدسة طوال العام. في الوقت الحالي أصبحت الفرص أكبر ومتاحة للفتيات في جميع المجالات، سواء الهندسية أو الغير الهندسية. عملنا في هذا المكان خير شاهد على تمكين المرأة السعودية للعمل في جميع القطاعات. المهندسة رنا سمير وزميلاتها من الكادر الهندسي النسائي يعملن ليل نهار وفي الميادين للمساهمة الفاعلة لتطوير البنية التحتية والخدمات بكافة مهامها في المشاعر المقدسة. تتسم المشاعر المقدسة بمحدودية المكان والزمان، وهذا يضع على عاتقنا مسؤولية وشغف كبير للتنمية والتطوير بمعايير عالية تتبع أسس هندسية نراعي فيها المخططات التنفيذية، نراعي تواجد المواقع التاريخية، وهذه كلها تصب في خدمة حجيج بيت الله الحرام ولخلق بيئة مستدامة في المشاعر المقدسة. مكة المكرمة بطبيعتها مختلفة عن أي مكان آخر بالعالم. مكة طبيعتها غنية بالجبال والتضاريس الطبيعية التي يجب أن نحافظ عليها، ودورنا كمهندسات سعوديات وبالتحديد في المشاعر المقدسة الحفاظ عليها من خلال الدراسات ومن خلال التخطيط الذي نعمل عليه في تطوير المشاريع القادمة. الصورة التي نشاهدها هي مثال حي مشاركة المهندسة السعودية في مشاريع القائمة في المشاعر المقدسة، وهي نموذج للنجاح وللمشاركة الفاعلة، وأصبح لها دور أساسي في هذه المشاريع بسبب الممكنات التي اعتمدت لها وبسبب البرامج التي أعدت لها، سواء في مجال التعليم أو بعد حتى ما تخرج من الجامعة أصبح لها برامج تدريب وتطبير. مجموعة من المهندسات السعوديات يعملن في المشاعر المقدسة طوال العام في تجهيز بنية تحتية جديدة لاستقبال مواسم الحج. المهندسات أصبح لهن حضور بارز في مشاريع متعددة تجري حاليا لتحسين المشاعر. من مكة المكرمة، باسل ممدوح، AMBC.